الو، اهلا، مساك الله بالخير. هلا في الصوت ابو احمد، هلا هلا، كيف الحال؟ يطول بعمرك. عمرك كذلك، عمر حبيبي واخوي واستاذي ابو هادي. عرفت؟ لا اسكت الله لك صوتا. لا اسكت الله لك صوتا المزعج. ولا اسكت الله صوتا عندما كنت بالحقيقه ووقعتنا بالفخ. احمد شمس الدين، احمد شمس الدين، احمد شمس الدين مشاكس ولكنه في مجال عمله. نعم، وانا اشهد له رجل استاذ، رجل بمعنى الكلمه. الله يكافح ودليل على استمراريته في الباب المفتوح. صحيح. شوف الانسان الكويتي لما يشتغل بصدق وامانه ما يترجى يعني شيء اخر غير العمل، فما شاء الله شوفه في الباب مفتوح. وهو انا اتابعه وبرامج ما يتابع احمد شمس. وانا لما كنت في الاذاعه وياه شيء عجيب، نشيط الى درجه. قل على موقف. قول له خلي يسمع. خلي نسمعها ترى. حيا الله ابو خالد. اول احييك يا ابو خالد. هلا ابو عبد الهادي حبيبي. الله يحييك. الله يسلمك. كان عندنا برنامج اسمه منوعات الظهيره. كنت انا وياه، وبعد ما دام ويانا في الاستوديو شو اسمها؟ احمد شعيب كان معانا. لا احمد شعيب؟ احمد شعيب ولا شو؟ لا لا لا، شو اسمها اللي كانت تقدم برنامج؟ من هي؟ تركت الكويت. تهاني ابو السعود. تهاني ابو السعود. فكنت انا على اساس اعطيهم رساله من الحزام الاخضر. اي ما شاء الله. انا دائما اخذ رسائل واعطيها حق الاستوديو على الطبيعه. فجيت الحزام الاخضر لقيت جماعه مفترشين النجيل الاخضر وحاطين رصاص قاعد يتغدون. المهم عقب ما خلصوا يومهم سلال، كان ايام زمان البلديه تهتم بالنظافه اكثر، فحط سله مهملات يمهم عشان الواحد اذا خلص من الفضلات والشغلات هذه المخلفات يتركونها بالسله. اي فاتصلت بالاخ احمد قلت له انا قبل قليل شاهدت ناس افترشوا الارض وعقب ما خلصوا خذوا الرصاص وانفضوا وكل الاوساخ هذا تركوها على الارض. ايه يقول سكت عنهم ابو هادي. قلت له طبعا. يقول لوني منك اشيل العقال. حتى فيك شر احمد هني ابو خالد. ابو خالد حتى هني فيك شر. اتصلوا فيه قالوا له تقول كذي على الهواء. وقفوني عن وقفوه عقبوه. اي ابو خالد قصته انت كل برامجك موقفينها ولا موقفين؟ ما يحبون الجرأة والصراحه والوضوح. والله يا ابو خالد اتشرف بالتواصل معاك وانت اعلامينا الكبير، يعني مداخلتك وخاصه معانا المستشفى. انا سعيد جدا ان سمعت صوت اخوي سمو العلي الليله. ومساء حطيت اغنيه يا اهل الشرق مضروبي على القصريه. وانا اقول اضيف على الاغنيه وانا اقول يا اهل جبله. نعم. علي على الاحمديه وعمر بن الخطاب وجبلي. هذه ثلاث مدارس بجبله. بعد خليني اقول الكويت بكل مناطقها. نعم نعم. وكل حبايبها وكل المخلصين يحبون الوطن مثلك اخوي محمد. الله يجزاك خير. مثلك استاذ الكبير ابو هادي. شكرا. استاذ احمد كان لك برنامج في امريكا لما في لس انجلوس. اي نعم. اي جيت هناك عاد ابيك عاد اي عاد ابو هادي حوارك مع احمد شمس الدين. انا قاعد استمع بس بحوارك مع الاعلام الاستاذ احمد ومعك ابو هادي. كان عنده برنامج ايضا لما كنت ادرس بامريكا بكاليفورنيا بسان دييغو كنت ايضا اشارك اخواني الموجودين هناك واقدم معاهم بعض البرامج في بعض الايام بس لفترات قليله مو طويله. ولكن ايضا كنت اراسل اذاعه الكويت واذكر انه كلفوني الله يرحمه منصور الميل رئيس البرامج الرياضيه كلفني انه اجري لقاء مع الكابتن جاسم يعقوب لما كان يتعالج. وايضا طلب مني ان انا كنت في مدينه سان دييغو اني اروح الى لوس انجلوس واقابل الله يرحمه الشيخ فهد الاحمد. نعم. كان موجود هناك باحد الاوتيلات ورحت ايضا اجريت اللقاء للاذاعه وعملت لايف للاذاعه. فكانت ايام جميله، ايام امريكا وايام الكويت. نعم. وان شاء الله الايام دائما تظل جميله. آمين. بوجود الناس الطيبين شرواكم على الله. تسلم تسلم. موافق. وانا جدا جدا سعيد. الله يسلمك. سمعت صوتك اخوي محمد. الله يكثر خيرك. صوت الاستاذ الكبير. عفو. اللي ادله بفضل الاعلام
وعملي معاه بالإذاعة في البرنامج الثاني واللقائي معاه واللقاءاتي المتكررة معه. أي كلمة خيرة. يعطيك الصحة والعافية. أقول شكرا يا أبو خالد، وأرجع وأقول أسكت الله لك صوتا. وأنت كذلك والأخ أبا أحمد. شكرا. شكرا. أيوه يا أبا خالد. شكرا لكم وأطال الله في أعماركم. وعمرك إن شاء الله. شكرا يا أحمد شمس الدين. شكرا على المداخلة يا أبو خالد، طول بعمرك. مع السلامة. شكرا.